الأستاذ الكريم سيدي عباس الجراري اللي ليس ضيفا وصاحب الدار ووجه أساسي الوجوه مهرجان التراثية المغربية. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذه الحصة، في هذه الحفلة الثانية من حفلات المهرجان الوطني 17 للموسيقى الأندلسية الذي ننظمه بعد مرور 30 سنة على إعادة الحياة إلى هذا المهرجان في حلته الجديدة. هذا الحفل، هذا في هذا المكان، في هذا الحضور، هذا يذكرني بثلاثة أشياء. الشيء الأول يتعلق بكم أولا الجمهور، والأمر الثاني يتعلق بالجو، والأمر الثالث يتعلق بالمكان، الفضاء الذي نعيش فيه، الذي نحيا فيه هذا الحفل البهيج. فأولا الجمهور، نحن فرحون جدا بهذا التعدد ديال الحاضرين معنا من ولوعين بالخصوص، هذا هو الولع الجميل الذي جمعنا بيننا، وأننا من مشارق ومن مدن متعددة، معنا اللي من الرباط، اللي من طنجة، اللي من الدربيطة، اللي من مدن مغربية أخرى لا أذكرها. وبالإضافة إلى طبعا الساكنة الولوعة لمدينة فاس، فهذا كذلك بالنسبة للجمهور. هذا الفضاء يفتحنا على جمهور جديد آخر، وهو جمهور السائح الذي يبحث عن ملامح حضارية متميزة، ولا يبحث فقط عن الشمس وعن البحر وإنما يبحث أيضا عن سياحة ثقافية في بلادنا في المغرب. إذن هذا المعطى الأول مما يتعلق بهذه الحفلة. المعطى الثاني هو المكان. المكان هذا المكان يعيدني إلى وراء 30 سنة، كما أعاد كل واحد من مجموعة كبيرة من الإخوان الحاضرين معنا. ففي سنة 1982 كان المهرجان الأول للموسيقى الأندلسية في هذا الفضاء، وهنا في هذا المنصة كانت المنصة اللي كانت جمعت كان فيها الحاجة الكريم الله يرحمه، كان فيها تيم سماني، كان فيها الجواء ديال الجوق الناس ايضا ديال طنجة، مجموعه من الاجواء التي تتالت فوق هذا الخشبه في ثلاث ايام ديال المهرجان الاول للموسيقى الاندلسيه اللي كان سنه 1982 واللي كان هو تاسيس هذا. فهنا تنحيا الذكريات، وعلى ان حقيقه ان هذه السيروره مازال مستمره. والمعطى الثاني هو الجوق، هو مجموعه البعث التي ولدت في هذه الثمانينات مع ميلاد جمعية تبع الموسيقى الأندلسية بفاس. وطبعا كان سيدي يفتح ديك الساعات شاب أو مازال فتى في مقتبل العمر، مازال من طليعة التلاميذ طلبة ديال المعهد الموسيقي لمدينة فاس، وكان محبب وعند المرحوم الحاج عبد الكريم الرئيس، كان أليف عزيز عليه نظرا لولعه ولنبوغه بالرغم في بداية عمره. وتنشوفوا أن زي عبد الفتاح الموسى مازال ساير في ذاك الاتجاه ديال الحاج عبد الكريم الرئيس، فتنشوفوا أنه مدرسة الحمد لله. الجوق ديال البعث ليس جوقا وليس مجموعة موسيقية، ولكنما هو جوق ومدرسة في نفس الوقت، ففيه الأجيال كلها ديال العازفين والحمد لله. إذن فهذه المجموعة الموسيقية ديال مجموعة البعث رئاسة الأستاذ فتح الموسى غتقدم لنا مختارات، أولا في الحصة الأولى مختارات من قائمة نصف الحجاز الكبير. إذا فمتعة طيبة. Oh.
فقط هي لا يحلو الا في هذه الفضاءات الجميله اللي كتنسجم معاه وطبعا مع الحضور ديالكم مع الجمهور الولوع الفنان المحب الذي يزيد الموسيقى تألقا ويزيدها بهجة ورواء. يعني غناخذوا واحد الاستراحه ديال 5 دقائق، ولكن قبل من هذه الاستراحه كنخبروا الساده الحاضرين على ان هذا المهرجان هو ماشي مهرجان فقط للطرب والاستمتاع بالاله، ولكن كذلك للفكر وللتدارس وللمذاكره في امور هذا الفن الاصيل. ومعنا ضيف الشرف يعني كذلك الاب الروحي لهذا المهرجان استاذنا الكبير سي عباس الجراري. ان شاء الله غادي نتمتعوا معاه غدا في قراءه في ترجمه لكتابه، واحد الكتاب مهم جدا في موضوعه، وهو اثر الاندلس على اوروبا في مجال الايقاع والنغم. اثر الاندلس على اوروبا في مجال الايقاع والنغم، هذا الكتاب هو نشره الاستاذ سي عباس الجراري سابقا، والان قامت بترجمته الاستاذه كنزه الغالي الى اللغه الاسبانيه. استاذه كنزه الغالي حاضره معنا، وان شاء الله غدا صباحا قصر المؤتمرات ان شاء الله غادي نستمعوا لكلمات ولتحليلات اولا لضمون هذا الكتاب ولتجربه الترجمه ديالو للغه الاسبانيه، وربما اللي بغى نسخه منه ولا شي حاجه ربما غادي تكون التوقيع ديالنا كذلك ان شاء الله. إذن 5 دقائق استراحة ونعود إلى 10 صباحا إن شاء الله قسم المؤتمرات. التراثية معرض ديال صناعة الآلات الموسيقية التراثية، هادشي كله غادي نتمتعوا به غدا إن شاء الله. ويوم السبت صباحا نعود قراءة في الكتابات الكتب الجديدة المؤلفة في مجال الموسيقى الأندلسية، وما غاتكونش فقط غير قراءة في الكتب، كذلك حتى استماع التآليف الموسيقية المستوحاة من الموسيقى الأندلسية. يعني كاين مجموعة من الباحثين أو مجموعة من الملحنين العصريين اللي استوحاو كثير من الأعمال ديالهم من الموسيقى الأندلسية، فغادي نستمعوا لهم ونناقشوا مدى التوفيق ديالهم إن شاء الله موفقين إن شاء الله. إذا مع الحصة الثانية من حصص هذا الحفل ديال هذه الأمسية مع جوق البعث ومع قدام المايا. Thank you.
السابعة ونصف إذن مع لقاء موسيقي فني مع جوج الأجواق عتيدة أيضا من جوق البريهي برئاسة زيان الساعدة وجوق معهد الموسيقي لمدينة تطوان برئاسة السيد المهدي الشاشوع وطبعا البقية تأتي فيما بعد. إذن أمسية سعيدة وإلى غد صباحا.